دينا في استاديالنا هنا في صحات الجناب هذيك التكرانة حيت هنا غادي تحل، حيت هنا غادي تفرق هادي هكا، ولكن هادي غادي ترجع هكا الفتحة، خص هادي التكرانة باش تمشي ليها. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. على حسب الطول. هنا غنطويو الطول ديال الدار، هو راه معلم. نحيدو هادي، نحل هادي وغادي نطويه. هاد الرولاج هذا راه جا ناقص شي شويه، ولكن انا غندير بحسابو، باش خص على الاقل تكون فيه 3.5. هذا هنا هو مطوي، مقاد، ولكن هنا كندخل واحد السنتيم، نشد هنا الطوية هادي، ونجر هذا اللي عندي واحد السنتيم،
وغادي نجمعو بالمصلوح. هو تجمع بالمصلوح نطويه كيجي طالع، ما يجيش تبطين هاب. هنا التبطين كيتقاد معاه حتى هو كيفوت بواحد سنتيم ونص، باش ملي تطوى ما يجيش داخل. اللي راه كنت قلت غير نهضر عليها وما هضرتش عليها، على هاد باش كنركب التبطين وكنخلي واحد سنتيم ونص ولا جوج سنتيم شايطة. هي كطلع، ملي كطلع كتجينا كيجينا التبطيل لتحت طالع على 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 الفيستا، على الوجه، ما يبانش، ما يجيش باين، ما يجيش مكشكش هكا لتحت. يعني ما تخافش عليه، مفوه حتى الى شرب كاع راه خليه مفوه، هو ما يشربش. هذا راه ما يشربش، الا درتي حاجه مزيانه راه ما يشربش. هادي ملي كندخلو، هادي كتجي داخلة بسنتيم ونص، سنتيم عاود نحددها طيح. دابا غنصايبو التبطين ديال الدار، التبطين ديال الدار هو راه دوزنا ليه خياطة، مدوزناش هكا على 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 السطر، دوزناها هكا. الكرانة اللي درنا في الدار فاش فصلناه كتلاقى مع هاد الكرانة هادي. هادي كتلقى مع هادي، هادي كتلقى مع هادي، كتخيط هكا. وهنا هنا الفتحة هاد الدخلاني هذا كيتلاقى مع هذا. المهم حنا غنسديو هذا دابا وتشوفوا، شوفوا الطريق. الفتحة هي هادي، التبطين هو هذا، ها الكران ديالي، الكران غيجي هنا. هنا ركبنا الجال الاولى، بقات لنا الجال ديال الفتحه من تحت، هي هادي، هادي غتركب مع هادي، مع هادي.
الفتحة الأولى، الجهة الأولى هي دارت، شوف كي كتجي. رجعوا للثانية، هذا الكران هذا عاوتاني مع هذا، الكرانات تبعوا غير الكرانات، ما تنساوهمش في الصالة وفي الخدمة تبعهم. قتلنا هذه تاهي الكران من الداخل، قلنا الداخل ديال التبطين غنقلبوه من هنا، هكا غادي ندوز الخياطة ديالي نيشان داك السنتيم اللي طلعناه هو طلع قدام على التبطين. هو كندير له طريف ديال الكولا، الا ما درتليهش الكولا غنشدو ونطويه هكا وندوز ليه بوان كروازي. المصلح الفتحة ديالي هاهي من الداخل، نقلبوها على برا
شوفوا كي داير. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.